حقق المبارز الكويتي طارق القلاف إنجازا كبيرا لدولة الكويت بفوزه بالميدالية الذهبية الثالثة بلعبة السابر ليهيمن على مسابقة البطولة الدولية للمبارزة لذوي الاحتياجات الخاصة التي اختتمت بولاية فيرجينيا. واستطاع القلاف الفوز بثلاث ميداليات ذهبية بالبطولة التي استمرت ثلاثة أيام بجميع الألعاب التي شارك فيها. ومن المقرر أن يعود القلاف إلى أرض الوطن يوم الجمعة المقبل.